لا أنا لا أعتقد أنه هذه بتلك، يعني أنا أعتقد أنه التسوية بين إسرائيل والسعودية رهينة بوصول محمد بن سلمان للسلطة، وقلتها منذ البداية، قلت طالما أن الملك سلمان ما زال حيا يرزق، فهذا الرجل ينتمي للمدرسة القديمة التي لا يمكن أن تتقبل مثل هذه الفكرة أبدا، مهما قيل ومهما بررت أمامه ومهما بدت الضغوط وإلى آخره، ستبقى العلاقة أو مسار التسوية بين السعودية وإسرائيل متوقفة طالما الملك سلمان ما زال حيا يرزق، وأي من أفراد هذا الجيل إذا صح التعبير. يعني لو افترضنا جدلا بأنه ولاية العهد ذهبت إلى شخص آخر غير محمد بن سلمان، وجاء شخص آخر من العائلة من نفس الجيل، ستبقى العلاقة مقطوعة بين إسرائيل وبين السعودية. ولكن أنا أعتقد بأنه القطار هذا سيمشي بشكل سريع جدا في حال وصول محمد بن سلمان للسلطة، وهذا مجرد توقعات، لكن هل هذا يؤثر على ذاك مثل ما قلت حضرتك؟ أنا لا أعتقد بوجود مثل هكذا تأثير. طيب أنت إذن تريد القول هنا بأن إذا صار اتفاق بين السعودية وإيران فهو اتفاق مرحلي، وأن فيما بعد والمستقبل بحسب تقدير حضرتك سيكون هنالك حلف كبير مع إسرائيل من عمليات التطبيع ضد إيران، وإيران ستكون محاصرة والمنطقة ستكون ساخنة في المستقبل. هذا اللي فهمته من حضرتك، إذا غلطان صححني. أخي العزيز، أنا أتخيل تسوية شاملة تشمل أول ما تشمل العلاقات الإيرانية الإسرائيلية، يعني هذا ما كان يلح عليه دائما ترامب في خلال حصاره على إيران، كان لديه طلب وحيد فقط من إيران هو أن تجلس على طاولة مفاوضات أو طاولة توقيع سلام مباشر مع إسرائيل كما فعلت الإمارات وكما فعلت البحرين وكما فعل السودان وإلى آخره. هذا كان مطلب ترامب اللي هو يأتي بطريقة غليظة وفجة إذا صح التعبير، جعلت إيران غير قادرة على القبول بها. الآن هناك رغبة قوية عند الديمقراطيين في أن يصنعوا نوع من التسوية في المنطقة تضع لكل دولة حدودها. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تتفق إسرائيل وإيران بالنتيجة على ما هو لك وما هو لي، طيب، ويتقاسمون المنطقة، وهذا معناه أن عودة علاقات وعودة اتفاقيات وإلى آخره. طبعا إيران تمانع، حتى هذه اللحظة تمانع وستظل تمانع، هذه أيضا مثل ما قلت لك، جيل محمد بن جيل الملك سلمان في الرياض وجيل خامنئي في إيران، طيب، هذا الاثنين الشخصين لا يمكن أن يتصورا. طيب دكتور، حقيقة أعتذر.